ومعنا في الاستوديو محمد الأسعدي المتحدث باسم منظمة يونيسف في اليمن. مرحبا أستاذ محمد. هل فعلا لا يوجد وعيا دوليا كافيا بأبعاد وحجم الأزمة الإنسانية في اليمن والتي تصل الآن لأبعاد كارثية؟ بالتأكيد الوضع في اليمن وضع كارثي وصعب للغاية، وهناك وعي أقل ربما عن الأزمات الأخرى الموجودة في المنطقة، ربما تكرار الأزمات وعددها واتساع رقعة الأزمات في المنطقة العربية والشرق الأوسط يطغى على الأزمة في اليمن. أيضا هناك ربما شبه إغلاق إعلامي عن الوضع الإنساني في اليمن وعدم قدرة وسائل الإعلام الدولية أن تصل إلى مناطق مختلفة في البلاد نظرا للوضع الأمني القائم في البلاد. نعم، لكن على الأقل الأمم المتحدة والمؤسسات الإغاثية الدولية تدرك حجم المأساة في اليمن، وهو ما يتضح من هذا التحذير الذي ليس هو الأول. فما الذي حال دون أداء الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية مهامها في اليمن بما سمح بوصول الأوضاع إلى هذا الحجم من المأساة والكارثة؟ لا نستطيع أن نلقي في اللوم فقط على الأمم المتحدة. الأمم المتحدة قامت بدورها. على سبيل المثال أنا أتحدث عن منظمة اليونيسف، لدينا ما يشبه وكالة الأنباء المصغرة في اليونيسف، ونطلق بيانات صحفية ونوزع أيضا على وسائل الإعلام الصور والمقاطع الفيديو وأيضا البيانات والأرقام والإحصائيات أولا بأول. ولكن ربما القصة الأخبارية التي تنقل من اليمن ربما ليست كافية. هناك تغطية إعلامية بالتأكيد لا نستطيع أن ننكر ذلك، وهذا اللقاء واحد منها، ولكن ليست بالحجم الكافي التي تلقاه أزمات مثل الوضع في سوريا. نحن نقول أن نحن بحاجة إلى تركيز أكبر على الوضع الإنساني في اليمن. الأطفال على سبيل المثال يدفعون الثمن الأغلى. هناك مكتسبات عزيزي تحققت للأطفال خلال العقد الماضي تم نسفها خلال هذه الأشهر الماضية من الصراع. طيب، لكن إذا كانت المؤسسات الدولية تقوم بكل ما تستطيع من أجل الوضع في اليمن، لماذا وصلت الأوضاع إلى حافة المجاعة حتى بشهادة مجلس الأمن الدولي ذاته؟ نعم، الأزمة الإنسانية في اليمن. اليمن بلد فقير، كان البلد الأفقر في المنطقة ولا يزال الأفقر في المنطقة العربية بشكل عام. مؤشرات التنمية تشابه مؤشرات الدول المتخلفة المويا بشكل كبير. أيضا حجم المعونات المقدمة لليمن من قبل المانحين لا تكفي الاستجابة للوضع الإنساني الكبير. على سبيل المثال نحن نحتاج إلى 800 مليون دولار على الأقل لمعالجة مسألة سوء التغذية، ومسألة سوء التغذية بين الأطفال ارتفعت بزيادة كبيرة جدا، تجاوزت 300% مقارنة بما كان عليه الوضع في 2014. فحجم الاستجابة الإنسانية المطلوبة في اليمن كبيرة جدا. نعم، لا تتوافق مع حجم الأزمة. طيب، هل هناك من خطط لمحاولة يعني التخفيف من هذا الوضع المأساوي رغم كل هذه الظروف الصعبة وعدم وصوله لأبعاد أكثر مأساوية؟ بالتأكيد اليونيسف ستطلق خلال الأيام النداء الاستجابة الإنسانية، تطالب فيها أكثر من 236 مليون دولار لمعالجة ما يزيد عن 350 ألف طفل مصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم المميت. الطفل المصاب بسوء التغذية الحاد الوخيم عرضة للموت 11 مرة مقارنة بالطفل السوي. أيضا نحاول أن نصل لأكثر من 4 مليون و500 ألف طفل باللقاحات وتوفير العلاجات الأساسية والرعاية الصحية لأكثر من مليون طفل. بالتأكيد أن هناك تمويل، ولكن نطالب بتمويل أكثر بحيث نستطيع أن نصل للأطفال. هناك تحديات أيضا على الأرض مرتبطة باستمرار الصراع، باستمرار القتال، أيضا بالمواجهات المسلحة المتعددة وتعدد الجبهات في اليمن. نعم، على ضوء تحدي استمرار الصراع، يعني هل تطورت أطراف من الأطراف المشاركة في هذا الصراع في الحيلولة دون وصول المساعدات لمن يستحقونها، أو استخدام قضية المساعدات كأداة للضغط أو كوسيلة في العمليات الحربية في اليمن؟ بالتأكيد هناك تحديات كبيرة تواجهنا يوما بعد آخر، تحديات تتنوع بمناطق الصراع، تتنوع بأطراف الصراع، ولكن نحاول بقدر الاستطاعة أن نصل لكل الأطفال في كل اليمن. تتأخر أحيانا، نواجه تعقيدات، نواجه مشاكل وتحديات، ولكننا نتجاوز الكثير منها ونعمل على إيجاد حلول وبدائل مختلفة من داخل المناطق التي تشهد حصارا أو تشهد قتالا مختلفا. طيب باختصار، يعني ما هي أبرز المعوقات التي تلقى في طريقكم وأنتم تحاولون الوصول لمن يحتاجون يعني المساعدة والإغاثة؟ استمرار الصراع هو أبرز معوق. استمرار القصف، استمرار المواجهات المسلحة والقصف المدفعي والقصف الجوي يشكل تحديا أكبر. انعدام الأمن وتحدي آخر أيضا سواء كان في المناطق المختلفة. حجم الاحتياج الكبير والمهول الموجود في اليمن يشكل تحدي. أيضا قلة التمويل أو شحة التمويل. نعم، شكرا جزيلا لك محمد الأسعدي المتحدث باسم منظمة اليونيسف في اليمن. شكرا جزيلا.